انت ابو عربه شيخ البيارك. انا بوجهك يا شيخ، انا بوجهك والله ما سويت شيء. عند عيال ما لهم احد غيري. الله اكبر، من الضيق الكبير. الرجل بوجهه يا برمح، بديه ولا بجهه وجه. حنا ما ناخذ غير رقاب يا ابو عربه. الرجال دخل بوجهي، واذا لابد رقبته عن رقبته. لا بالله، رقبتنا. الرجال دخل بوجه شيخنا يا ابو رمح. لا حشا، اثنينكم شيوخ مضللين على عرب كامله، وانا ما نمضلل غير على بيتي، وبيتي من البيوت اللي بضلالكم. برقبتي انا يا ابو رمح. حلوا قيد الرجل واقبلوا الدخان. كل هذا على رجل ما تعرفونه؟ هذا لو انه من رجالكم شو تسوون؟ لا عيالنا ولا عربنا يسرون مكان الرجل، لانهم ما يمشون من غير شورى. ولا رقبه من رقابكم يا شيخ. على هون على هون. تفرس بوجه الرجال يا ابو رمح، خبرني عيونك عيون حر. شوف كتوفه كيف ترجف، شوف الخوف كيف كلا قلبه. مو هذا وجه الرجال اللي غزانا بالليل وذبح من رجالنا وطلع بقلب بارد وحرمنا نومنا على رقبتي انا؟ ما هو ما هو؟ وش سالفتك انت يا رجل؟ والله ما ادري، جابوني من الدرب ما ادري وايش سويت. انا رجل على باب الله. تذكر يا شيخ جيتك من سنتين اتعطى لعيالي؟ انا ما غزيت مع ربعي، اغزي لحالي وعلى الجهادم؟ والله اللي يسويها ما براسه عقل. خذوا الرجال حطوه بالحبس وراح تشوفون انه خيال الليل رايح يرد، اذا مو هاليوم باكر. خذوه. متى تهدوني؟ ما عليك اصبر. قبلت يا برمح؟ انا متوكد انه مو هو هالوجه اللي اشغلنا، لكن لزوم نتوكد يا ابو عرب. تفضل تفضل، اقهوى يا شداد. ابويا رمح. عادك يوم اذبحوا ذبايح للشيوخ وخويهم. تم. ايش سالفه خيال الليل يا برمح؟